بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، صدق الله العظيم. موضوع حلقة النهاردة كان هيكون رد فعلنا عن بر الوالدين وعقوقهم، بس احنا متأسفين في بداية الحلقة. أنا بعتذر جدا جدا عن التأخير، لأن الطريق وقف بطريقة بصراحة يعني صعبة، فيعني إيه، أنا بعتذر عن التأخير في الأول. كان معانا ضيف الحلقة الأستاذ الدكتور محمد عبد ربه من علماء الأزهر الشريف، وهو بنعتذر عن تأخيره الآخر عشان برضك الطريق واقف، فهيكون معانا من خلال التليفون. فكان موضوع حلقتنا النهاردة كنا هنتكلم فيه أو هنتناول فيه هو إزاي إن إحنا عدنا الأيام دي في فجوة كبيرة بيننا وبين أبائنا، أو العقوق الوالدين اللي بيحصل كتير الأيام دي وبنراه كتير على الساحة، وناس كتير بتشتكي من ابنائها من ان هم بيعاقوهم، ان هم ما عادوش بيسالوا عليهم زي الاول. فكنا هنتناول الموضوع بكافه جوانبه مع ضيفنا، فالنهارده هنتناقش مناقشه مع بعض، وهناخد مداخله تليفونيه مع الضيف لحين وصوله. فاحنا هنتكلم النهارده، يعني اسمحوا لي ان احنا نتكلم عن الموضوع ببساطه. يعني في حاجه الايام دي حاصله كبيره او فجوه كبيره بين الأبناء وأبهاتهم، أو الولاد وأبائهم عامة، في حاجة ناقصة، بس إيه هو اللي ناقص، أو هنعالجه إزاي، أو هيجي إزاي؟ فهو ده اللي مش حدش عارفه لحد دلوقتي. ليه الابن دلوقتي عاد بيقول أنا ونفسي، يعني نفسي ثم نفسي؟ ليه ما عادش الابن أو البنت مجرد ما بتكبر خلاص بتنسى ان هم دول اهلها اللي ربوها وتعبوا فيها؟ ليه عادت بتنسى ان الاب والام دول اللي كانوا ما بيبخلوش عليها باي حاجة، هم دلوقتي اللي، يعني انت دلوقتي بتقول انا ونفسي، او في مقولة شهيرة بيقول يعني مثلا ايه، اللي ابويا او مامتي هيعزوه فانا ولادي اولى بيه. ما كان زمان وانت صغير كان بابانا ومامتنا ما بيقولوش الكلام ده، او ما كانوش بيتاخروا علينا في طلب كنا بنطلبه. فاحنا ازاي لما كبرنا وتحملنا المسؤوليه عدنا بنقول انا اولى بالشيء ده، او ما عادش بابايا ومامتي لهم الحق ان انا اديهم الشيء ده مني؟ ما الاب والام دول يا جماعه هم اللي ربوا، هم اللي تعبوا، هم اللي علموا، هم اللي وصلوك للمكانه اللي انت فيها دي. ليه انت دلوقتي بتستخسر فيهم ان انت تديهم؟ ما هم زمان ادونا، وادونا كتير قوي، ادونا حب، ادونا حنان، ادونا مصاريف، ادونا عطاء كبير يعني مش هنقدر نجازيهم عليه. فدلوقتي عاد في فجوه كبيره جدا جدا، وكل حد عاد بيطلع، او كل واحد، مش عايزين برضو نتجنى على حد ونقول ان لما الشاب عاد بيتجوز او بيتحمل مسؤوليه عاد بيستخسر ده في ابوه وامه، ويقول لا، طب ما انا اللي ادهولهم عيالي اولى ابوه. مش هنقول ان الزوجه هي السبب او ان هي اللي بتقول الكلام ده. فاحنا كنا هنتناقش بصراحه الموضوع ده مع الشيخ، ونشوف ايه سببه او ايه اللي حصل في الفجوه دي. فاحنا عايزين برضك ننظر للموضوع بنظره، او نوجه رساله للشباب او للبنات اللي بيعملوا كده مع اهاليهم. يا جماعه ارجعوا بنفسكم شويه، فكروا ان احنا اللي احنا عملناه ده او اللي احنا بنعمله ده مصير ولادنا هيعملوه فينا تاني، والايام تداول. و يعني في مقوله شهيره برضك بتقول انت وملك لابيك، فيعني انت وكل اللي انت هتوصل له ده ابوك له حق فيه، او هو كل حق، الحق كله لوالدك. انت ليه بتستخسره دلوقتي فيه وتقول لا؟ يعني انا بصراحه الموضوع عندي مش عايزه اقول ان هو كبير او ان انا اكبره قوي، لان زي ما في برضك ولاد وبنات بيعملوا كده او بيعقوا والديهم، في برضه ناس كويسه وبرضك بتقوم. قبل ما نكمل موضوعنا هنرجع هتناقش معاكم في الموضوع تاني، بس هناخد المداخله من الاستاذ الدكتور محمد عبد ربه من وزاره الاوقاف. بنقول الو. ايوه دكتور، ازي حضرتك؟ الله يخليك، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يعني عارفين ان الطريق واقف جدا جدا، وحضرتك التاخير تاخير غير مقصود غصب عننا والله. الحمد لله الحمد لله خير.
ولعله خير ان شاء الله. لعله خير ان شاء الله. حضرتك كنا بنتناول النهارده موضوع الحلقه عن عقوق الوالدين و... ومن جانب الدين واهمال الاهل من اجانب الدين، حضرتك ممكن تقول لنا رد فعل حضرتك عليه او اهميته من ناحيه الدين؟ الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على امام الانبياء وسيد عليه افضل الصلاه والسلام. وبعد، في البدايه موضوع بين الوالدين ده من اخلاقيات الاسلام. نعم. وبالتالي يا استاذه فاطمه لازم نعمل له مدخل من ناحيه مكارم الاخلاق، بمعنى ان مكارم الاخلاق تعتبر هي الدين او هي الاسلام. ليه؟ نعم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لخص رسالته في جملة واحدة بس، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكأن الأخلاق ده أستاذ فاطمة بناء بدأ من سيدنا آدم إلى رسول الله، ينقص لبنة أكملت هذه اللبنة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. مكارم الأخلاق ومن أهمها بر الوالدين، الناس بتعتقد إن هي شيء ثانوي، يعني بنتكلم عن شيء فرعي او ثانوي في الاسلام، ابدا. مكارم الاخلاق وبر الوالدين على وجه الخصوص اصل من اصول الاسلام وركن من اركان هذا الدين. ليه؟ لان من غير اخلاق مفيش عقيده. من غير اخلاق الصلاه لا تقبل. من غير اخلاق الزكاه لا تقبل. من غير اخلاق الحج لا يقبل. من غير اخلاق الصيام لا يقبل. ايه الدليل على كده يا استاذه فاطمه؟ ايوه. ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة للعقيدة اللي أصلها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ربنا سبحانه وتعالى في سورة المنافقين بيقول إيه؟ إذا جاءك المنافقون، بيكلم النبي، قالوا نشهد إنك لرسول الله. المنافقين بيقولوا للنبي أنت رسول الله، ده الكلام ده صدق ولا كذب؟ لا صدق، هو رسول الله. وربنا سبحانه وتعالى قال والله يعلم إنك لرسول. أيوه. بس فوجئنا ان ربنا في نهايه الايه بيقول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. يا رب كذبوا في ايه؟ ده بيقولوا للنبي انت رسول الله، كذبوا في ايه بقى يا استاذتنا؟ أيوه. ان افعالهم وان اخلاقهم وان سلوكهم جاءت عكس لا اله الا الله. لا اله الا الله من اهم اوامرها ان اعبد الله وان اكون بارا بوالدي. فاي انسان يعبد الله حق عبادته ويعصي والديه والعياذ بالله فقد أخل بركن عظيم من الأركان التي أمرنا رب العالمين تبارك وتعالى بضرورة الحفاظ عليها. لما نيجي مثلا حضرتك للصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بمفهوم المخالفة من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، صح؟ يعني واحد بيصلي وعقل والديه، واحد بيصلي وبيذني، واحد بيصلي ومحسن، واحد بيصلي ومرتشي، ماشي؟ هل ربنا سبحانه وتعالى يقبل منه صلاته؟ ابدا والله، ان لم يكن على خلق واعظمها ان يكون برا بوالديه. يجي النبي عليه الصلاه والسلام عليه افضل الصلاه والسلام يقول خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. تطهروا من ايه؟ تطهر المزكي اللي بيدفع الفلوس للغلابه، تطهروا من الكبر ومن النفاق ومن الرياء، وان يكون عقلا لوالديه محسنا الى الناس. ازاي يبقى محسن ورحيم بالناس وهو قاسي وقاطع ابوه او امه والعياذ بالله؟ ربنا يقبل زكاته ازاي؟ نيجي حضرتك مثلا على الصيام. النبي فاجئنا الاستاذه فاطمه ومحمد عبد ربه وغيرها وغيرها بيصوم من صلاه الفجر لحد صلاه المغرب، ممسك عن شهوتي البطن والفرج. بس فوجئنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول كلام عجيب. بيقول رب صائم ليس له من صيامي الا الجوع والعطش. يا رسول الله ده انا صمت ما كلتش من الفجر للمغرب ولا شربت ولا جمعت زوجتي ولا لكنك اتيت بشيء محرم حرمه الله تبارك وتعالى ورسوله، ومن اعظمه عقوق الوالدين والعياذ بالله. طيب نقول للساده المشاهدين واختنا الاستاذه فاطمه سؤال مهم. اتفضل. اعظم ازمنه الله مش هو زمن الحج؟ ايوه طبعا. واعظم ازمنه الحج مش يوم عرفه؟ ايوه. واقدس اماكن الله مش الوقوف على جبل عرفات؟ انت طبعا ربنا ينورنا كلنا. لكن فوجئنا ربنا يكتبها لنا جميعنا رب العالمين. رب العالمين. فوجئنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول في نوعيات في اعظم ازمنه الله وفي اقدس اماكن الله وفي افضل اماكن الله وهو الوقوف بيوم عرفه هذا المكان وهذا الزمان. يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فيرسل الله عز وجل من يقول له لا لبيك ما
يعني لم يأتي شيئا منكرا حرمه الله. طب واحد دافع 100,000 ورايح يقف على جبل عرفات ومقاطع أبوه، واحد دافع 100,000 ومحرم وهيئة الإحرام الهيئة كويسة والعياذ بالله، لكن الباطل والأخلاقيات ليست على ما يرام. رايح محرم ومقاطع أبوه أو أمه، أيوة. ماشي، رايح محرم وأغضب أبوه أو أمه، رايح محرم وأبوه أمه في حالة سخط عليه والعياذ بالله، لا يقبل الله عز وجل منه لا حجا ولا صياما ولا زكاة ولا صلاة والعياذ بالله أبدا. طب بمناسبة الموضوع ده يا مولانا، ممكن سؤال برضو؟ يعني في واحد يدن يشتغل فترة طويلة جدا علشان يجمع المبلغ اللي هيطلع يحجبه، بس في نفس الوقت مش عاقل والدين، بس هو بيبرهم وكل حاجة، بس في الوقت ده باباه ومامته في احتياج للفلوس دي، بس هو راح يحج، بس هو بيجمعها عشان يحج بيها، فهو فهمني حضرتك ان هو يجوز ان هو هيروح يحج، حجه مقبول ان هو هيروح يحج، بس اهله محتاجين الفلوس دي. بص يا استاذه فاطمه، اولا الحج ربنا اشترط له شرط، الحج لمن استطاع اليه سبيلا، للمستطيع. أيه. طيب بمعنى لو انا في حاجه ماسه من ضروريات الحياه، انا وابي وامي واولادي، لا انا اطعم ابي وامي اولا وبعد كده اذهب الى بيت الله اطلب من الله عفوه ومغفرته. ليه حضرتك؟ فضل. لان الانفاق على الاب والام اعظم صور الجهاد في سبيل الله. ليه؟ في الحديث الصحيح مر الصحابه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على شاب قوي فتي، بسم الله ما شاء الله، طول بعض وعضلاته، بيشتغل بهمه ونشاط. الصحابه بيقولوا للنبي ايه؟ لو كان هذا في سبيل الله يا رسول الله، لو ده في سبيل الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام وضح ان سبيل الله اعلى درجة الجندي سواء جيش او شرطة اللي واقف بيدافع عن بلده على الحدود وفي البر وفي البحر وفي الداخل، ده اذا مات، يعني اذا مات في مكان وهو يحمل سلاحه فقد مات في سبيل الله، ده اعلى درجة، اعلى درجات المجاهدين في سبيل الله. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال برضه وصف المجاهد كمان بيدخل تحت منه ايه؟ قال للصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اذا كان خرج، لو شغال بالقوه والعافيه دي وهذه القوه حتى يطعم والديه فهو في سبيل الله. واخد بال حضرتك؟ ايوه. فالانسان اذا كان معاه مبلغ من المال، ابوه وامه في حاجه الى ضروريات الحياه، لا، الانفاق على الوالدين هو الاولى من الحج، لان الحج لمن استطاع. انا مش مستطيع، يسقط عني فرض الحج، ورب العالمين تبارك وتعالى غفور رحيم. ايضا اللي الناس ما بتنتبهش ليه استاذه فاطمه في موضوع بر الوالدين، شيء مهم جدا 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 جدا، وجمله في منتهى الاهميه نرجو من الساده المشاهدين ان ينتبهوا اليها، اللي هي ايه؟ اتفضل. الاب والام يد الله التي ترعانا في الدنيا. هم ايد ربنا اللي بترعانا في الدنيا. تخيلي لما واحد والعياذ بالله يعني يعق يد الله، يبقى بيعق ربنا او بيعصى ربنا. عارفه استاذه فاطمه الصبح وانا اقرا في هذا الموضوع في حضرتك بنها، في بنها بالظبط في الايوبيه بجوارنا هنا، حضرتك ولدين والعياذ بالله، جعل الام توقع على عقد بيع الشقه وطردوها على كرسي متحرك في الشارع. ده الكلام ده امبارح بالظبط، مش اولادها هم اللي عملوا كده، الاثنين اولادها الاثنين، لحد ما قال الخير زي حضرتك ماشيه في الطريق، ده ماشي في الطريق، صور ونزل على اليوتيوب. مشكور مدير امن الايوبيه ورئيس المباحث بلغ، فاخذوا الام ووضعت في مكان محترم وتم القبض على الوالدين حتى يحاسبا على هذه الجريمه. هي الموضوع ده شائع جدا، الموضوع بتاع إعاقة الوالدين وان هم ينطردوا من بيتهم والكلام ده عاد شائع جدا الايام دي. يا استاذه فاطمه ارجعي لعدد صدى البلد بالامس او الصبح، الله اعلم، يا النهارده يا امبارح، هتلاقي الوقعه دي موجوده في بنها الايوبيه، ومصورين الام على كرسي العجل بعد ولادها الاثنين ممضوها على عقد بيع الشقه، شالوها بالكرسي المتحرك، واخد بال حضرتك؟ ايوه. والقوها في الشارع والعياذ بالله. ممكن الناس ما تصدقش الواقعه دي، بس الاستاذه فاطمه ما تصدقش ليه؟ بناء على تربيتها وعلى اصولها وعلى البيت العريق اللي طالعه منه، اللي علموها ان الاب والام قبل النفس وقبل الروح وقبل اولادي.
بس معاشات كتير في وسائل، واحنا كنا صغيرين كنا عند اهالينا كده، احنا اطلعنا لقينا اهالينا كانوا بيعاملوا اهاليهم كده بالظبط كده. احنا حضرتك ما سمعناش حوادث كتير جدا جدا، ما عرفناش ان الاب والام ماتوا الا لما ريحتهم طلعت بعد سنه واكتر، عشان ولادهم ما بيسالوش عليهم. ايوه فعلا. الابن فين؟ الابن لاهي في عمل ومشغول باولاده ومراته، وطلع الخليج او سافر اوروبا يجمع له قرشين وساب امه وابوه. هو ده الموضوع اللي بنتكلم فيه يا مولانا فعلا، ان ممكن الدنيا لهتهم. اتفضلي معاكي. ايوه يعني الواحد ان احنا قصدنا ان الدنيا بتلهي الابناء عن ان هم يروحوا يعني بيستكفوا بمكالمه تليفون بسؤال من كل وقت للتاني. بس احنا مش هو ده اللي ديننا وصلنا بيه ان احنا نعمل كده مع ابائنا، يعني هم كانوا مدينا كل الوقت والاهتمام واحنا صغيرين. فما يكونش جزاءهم في الاخر ان احنا لما نكبر يبقى كل اللي بيننا وبينهم اللي بيربطنا بيننا وبينهم مكالمه تليفون او سؤال. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. ده كمان لو احنا دققنا في ايات القران الكريم، ربنا بيقول فلا تقل لهما اف. ايوه عارفه حضرتك، مش اللفظ المسيء هو اللي محرم، ولا الاعتداء هو اللي محرم، ولا ممكن واحد يقتل ابوه علشان الشقه وعشان الفلوس. لا، الاف ده يا استاذتنا التنهيده او النبذ الذي يخرج يعبر عن ضجري من امر ابي او امي. هوف هوف بس، ده محرم. مجرد ان يخرج منك نفس او تنهيده يرى منها الاب او ترى منها الام انك في حال الضجر من امرهما، فما بالك بقى باللي يشتم، ما بالك باللي يسب، ما بالك باللي يضرب، ما بالك باللي شال رماد في الشارع، ما بال حضرتك باللي يقتل علشان الشقه وعشان مراته وعشان ولاده وعلشان وعلشان وعلشان. لا، احنا في خلل خطير في بنيه الاخلاق في المجتمع. طيب لو الناس العاقلين لابائهم وامهاتهم دول تاملوا القران الكريم هيلاقوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وايه تاني؟ وبالوالدين احسانا. ده في سوره النساء. في سوره الاسراء وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. عارفه حضرتك لما نكون عاملين مؤتمر كبير مثلا، دايما بنبدا في المؤتمر بالموضوعات المهمه، ماشي، كل ترتيب الموضوعات حسب اهميتها. في سوره النساء وفي سوره الاسراء ربنا اتكلم عن التوحيد اللي هو اعظم قضيه القران الكريم جه عشان يعلمها، اللي هو فاعلم انه لا اله الا الله. ده بالنسبه لربنا. طب وبالنسبه لعلاقتنا بالناس، اهم علاقه في هذه الدنيا وبالوالدين احسانا. ربنا سبحانه وتعالى جاب بر الوالدين بعد الدعوه الى لا اله الا الله في سوره النساء. وقضى ربك الا تعبدوا الا حد غير ربنا. ومين تاني يا رب في الاهميه بعد منك وبعد عبادتك؟ وبالوالدين احسانا. اذا احنا بنقول الاب والام يد الله التي تعمل في هذا الكون. حضرتك مثلا في قناه الصحه والجمال ليها رئيس وفيها مخرجين وفيها منفذين وفيها منتجين وفيها مصورين وفيها معدين، صح؟ وفيها ناس شغالين اداريين. تمام. صح؟ تمام. يعني درجات برضه في الاهميه، رئيس القناه وبعدين المذيعين والمعدين وكده. لما يكون عند حضرتك مثلا موظف يعمل في الاداريات، بس كل القناه عارفه ان ده تبع رئيس القناه، حد يقدر يزعله؟ أيوة. محدش يقدر يزعله، صح؟ تمام. يعني ده، ودايما الناس يتوددون الي والاخر. طيب فما بالك مثلا لو نزل رئيس القناه عمل منشور ان ده ابن عمتي او ده ابن خالتي مثلا، احنا عاوزين نوصل الناس لايه؟ هيهتموا بيه. طبعا طبعا، ولله المثل ليس للمقاربه ولا للمقارنه ولا للمماثله. احنا بنوصل مثل ان لو حد مرؤوس وصى على حد هيتوصى بيه وهيعملوا له اللازم، انما ما بالك ان ربنا سبحانه وتعالى وصانا بالاب والام. ده ربنا سبحانه وتعالى قال دول يد الله التي ارعاكم بها في الدنيا، فلازم تخلي بالكم منهم. طب معلش يا سيدنا، معلش هقطع كلام حضرتك بسؤال برضك مهم. يعني في بعض الشباب اللي بيعملوا مشاكل مع اهاليهم، من ضمن المشاكل يقول ايه؟ اصل بابايا هو اللي ما بيعاملنيش كويس، او ممكن في الواضح ان الاب هو او الاهل ان هم اللي يكونوا قاسيين شويه على اولادهم، فبالتالي اولادهم هيعقوهم. طب دي ايه موقفه؟ يعني مثلا انا قدمت اساءه عشان هم اللي قدموا لي اساءه، هم ما كانوش كويسين معايا من الاول علشان انا كده بعمل وياهم كده. طيب يا استاذتنا اتفضل. ومن يك حازما فليقسو احيانا على من يرحمه. بمعنى ايه؟ استقر
طبعا صح؟ طبعا مستقرين على كده. ايوه طبعا. وبالتالي اي شده من ابي علي لا شك انها في مصلحتي، اي شده من ابي او من امي علي لا شك انها في مصلحتي، لازم اخدها من الزاويه دي. واخد بال حضرتك ازاي؟ أيوة. الا اذا كانت هناك اساءه بالغه، يعني في ظلم بين. طب حتى مع الظلم البين انا مطالب ان انا اعاملهم بارفع اساليب الادب والحوار. يعني اذا ظلمت لا اعتدي، اذا ظلمت لا القي في الطريق العام، اذا ظلمت لا اقتلهما والعياذ بالله، وانما من حقي ان اغضب، ولكن في نفس الوقت اسال الله تعالى ان يبصرهما بالحق وان يردهما الى الحق ردا جميلا. يعني نوصل برضو كل رساله للمشاهدين ان حتى لو الاهل قاسيين او بيعاملونا وحش علشان مصلحتنا، او في ناس بتاخدها بان الاهل دول من هم اللي قاسيين، برضو ان انا ما اقدمش يد العنف ليهم، ان انا اداني رحيم بيهم برضو. بص حضرتك، الاب والام على وجه الخصوص لهم خصوصيه لا تدانيها خصوصيه. ليه؟ يعني ده ربنا قال حتى وان كانا كافرين، حتى لو كافرين، واخد بال حضرتك؟ أيوه. يعني في الحديث الصحيح السيده اسماء بنت سيدنا ابو بكر الصديق قدمت عليها امها قتيله بنت عبد العزى وهي كافره. ايوه. ونص الحديث بيقول كانت راغمه، عارفه راغمه يعني ايه؟ يعني كارهه للاسلام. فارى وجايه بقى بهدايا تريد ان تدخل بيت السيده اسماء. أيوة. فقالت توقفي حتى اسال رسول الله، ما دخلتش الا لما اسال النبي. فسالت النبي. تخيلي يا استاذه فاطمه، النبي سكت وتكلم الله، ولما النبي يسكت وربنا يتكلم يبقى القضيه خطيره ومهمه. ايه يا محمد؟ ايه المساله اللي معروض عليك من اسماء؟ اسماء جاءت اليها امها بهدايا تريد ان تدخل الى بيتها، بس بتكره الاسلام. ده تفسير للحديث مثلا. فسكت النبي وتكلم الله، ربنا قال ايه يا استاذه فاطمه؟ اتفضل. الا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. يعني حتى وان كانا كافرين ما دام لم يكن منهم شيء يسيء الى ديني او الى عرضي او الى اخره، فانا مامور من الله عز وجل ان ابرهما. شوف ربنا بيقول ان تبروهم. طب انا شكرا جدا لك يا دكتور محمد، واحنا اسفين جدا على الوقت القصير ده، بس هي الحمد لله خير، لعله خير، ولنا لقاء تاني مع حضرتك لان الموضوع كبير ولازم نوضحه للساده المشاهدين. وانا بشكرك جدا جدا على المداخله دي، شكرا لحضرتك. ايوه فعلا، الحمد لله. بنشكر حضرتك جدا، مع السلامه. في ختام حلقتنا، هو الوقت عدى بسرعة جدا، هو الموضوع كبير وبيتناول مواضيع كتير جدا، ولازم نفتحه مرة تانية بجوانبه كلها، بس احنا متأسفين على الوقت الضيق. وفي ختام حلقتي بحب أشكركم جدا جدا، وانتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رد فعل. مع السلامة.